ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الصحفي سامر أحمد. أهلا بكم سيدي. مساء الخير. أهلا وسهلا. كيف تبدو الأوضاع في مدينة خان شيخون التي سيطر عليها النظام مؤخرا بعد قصف عنيف ومتواصل دام أكثر من 3 أشهر؟ نعم، بعد تمكن قوات النظام بدعم من القوات الروسية الجوية والبرية طبعا والميليشيات الإيرانية من السيطرة على مدينة خان شيخون وهي بوابة محافظة إدلب، النظام يحاول مرارا الترويج على أنه انتصار عظيم. طبعا هذا الكلام يأتي بدعم من البروباغندا الإعلامية الروسية من أجل الترويج أن خان شيخون الآن آمنة وعاد الأهالي. والنظام حسب تسريب أمس صدر بتوجيه من الفروع الأمنية في مدينة حماة بتوجيه للمنتسبين لحزب البعث بجمع النازحين الموجودين في مناطق سيطرة النظام والذين ينحدرون من مدينة خان شيخون بتجميعهم وإرسالهم عبر الباصات لإظهار أن الأهالي عادوا، بينما كما أشار المجلس المحلي حوالي 100,000 من أهالي خان شيخون الآن هم في الشمال يفترشون الأراضي ينتظرون مساعدات من منظمات لأنهم الآن يعيشون أوضاع مأساوية بسبب تهجيرهم نتيجة القصف المكثف الذي تعرضت له مدينة خان شيخون خلال الأيام الماضية، بينما هذه العوائل البسيطة الموجودة في مدينة حماة في مناطق سيطرة النظام هي نازحة من مدينة خان شيخون منذ عدة سنوات. يعني ليست نازحة مؤخرا في هذا السياق. بالحديث عن نزوحه منذ سنوات ربما يرتبط ذلك بمجزرة الكيماوي التي كانت في نيسان عام 2017. تزامن هذه التطورات مع إشادة من قبل الروس بعمليات ما وصفوها بإعادة الإعمار، إلى أي مدى يعد ذلك محاولة لطمس معالم مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام ضد المدنيين هناك؟ نعم، النظام يحاول تكرار ما فعله في مدينة دوما. مدينة دوما التي شهدت مجزرة الكيماوي الثانية في عام 2018 قبل تهجير أهل المدينة وثوار المدينة، النظام دخل عند سيطرته على المدينة وطمس معالم المجزرة وقام بتنظيف المكان، وحتى أنه أجبر عدد من أطباء المدينة على أن يدلوا بشهادات زور محاكم لها برعاية روسية. طبعا هذا المسلسل كله سيناريو وكتابة روسية، المخابرات الروسية والخارجية الروسية هم يقومون بإخراجه. اليوم خان شيخون يحاول النظام تكرار ما جرى، ولكن طبعا لن يفلح في ذلك لأن الأدلة والقرائن المرتبطة بمجزرة خان شيخون كان قد جمعت من قبل لجان مختصة من قبل الناشطين السوريين وتم تسليمها إلى لجنة التحقيق الخاصة في ذلك الوقت، والأدلة كلها موجودة عند الأمم المتحدة. لكن النظام اليوم عبر يريد إيهام حاضنته الشعبية ومؤيديه والدول الداعمة له كإيران وروسيا أنه يتغلب على تقارير الانتهاكات التي حصلت والتي ارتكبتها قواته في سوريا من خلال إعادة إصلاح بعض الطرق والادعاء بأنه لا يوجد أدلة. يعني معقولة النظام يدخل إلى مدينة ارتكب فيها مجزرة بعد عامين ليجد أدلة على المجزرة؟ هذا من المستحيل طبعا. يعني النظام هي تأتي ضمن البروباغندا التي تديرها روسيا لدعم النظام. هي أيضا يعني خان شيخون لا ننسى أن لها أهمية استراتيجية باعتبارها أولا ندخل محافظة إدلب تقع على الطريق الدولي الرابط بين دمشق وحلب، كما أنها ملاحظة مهمة تغفلها معظم وسائل الإعلام أنها تقع على الطريق الدولي الثاني الذي يربط الساحل السوري بمحافظة حلب وهو طريق بيت ياشوط جبلة، وهو الذي قد تستعيض به روسيا عن تقدمها نحو الطريق الأساسي الذي يمر من أريحة إلى اللاذقية. سيد سامر، بالحديث عن روسيا، كان وزير الخارجية الروسي وصف الحرب في سوريا بأنها انتهت، في أي سياق يندرج هذا التصريح وما مصير إدلب من هذه الحرب التي انتهت؟ يعني هذا الترويج الادعاء بأن الحرب انتهت وأن الأمور تمام، ولكن أشار لافروف أن هناك بؤر إرهابية في إدلب وفي شرق الفرات متناسيا الانتهاكات التي ارتكبتها قوات حليفه الأسد. هذه تأتي ضمن البروغاندا من أجل إيهام المجتمع الدولي وسائل الإعلام الغربية والمجتمعات الغربية بأن روسيا اليوم هي ما
من تقوم بإعادة السلام والاستقرار من خلال الدفع والإجبار والضغط على المعارضة من أجل القبول باللجنة الدستورية والتمرير. أن الأمر وأن المشكلة في سوريا منذ عام 2011 حتى اليوم هي مشكلة بعض التعديلات الدستورية التي يجب على المعارضة الموافقة عليها، وأن ما يحصل اليوم هناك حوالي 3 إلى 4 مليون في إدلب، منهم 1.5 مليون في مخيمات يعيشون في أطمة على الحدود التركية، يعانون من أوضاع مأساوية صعبة. الروس يتغافلون عن هذه المآسي الإنسانية التي تحصل اليوم في الشمال السوري، يتغافلون عن كل ذلك ويدعون أن الأمور أن النصر كان خليفة بشار الأسد على الإرهاب كما يقولون كما يروجون، متغافلين أن الشعب السوري بالبداية منذ عام 2011 وخرج بثورة من أجل طبعاً ضد الظلم ومن أجل تغيير ديمقراطي فعلي. شكرا جزيلا لك الصحفي السوري سامر أحمد، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.